السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المعاقين بغيت نصاوبو في الدار، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم حتى نتوما تستافدوا من هذه الوصفه. نتمنى ان شاء الله تتابعوا الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني باللايك ديالكم، التعليق ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع عائلتكم واحبابكم. بالنسبه للمكون الرئيسي في هذا المعقم هو اوليفيرا. كما كتلاحظوا انا عندي هنا في الجرده، الناس اللي عندهم في دارهم يعني غادي هذه هي الوقيته يعني باش تستغلوه وتصيبوا به معقم. هو صراحه معقم كيقتل هكا الفيروسات والبكتيريا والفطريات، يعني صراحه هو زوين بزاف، كيصلح لكل شيء. دخلوا غير قلبوا على الفوائد ديال اوليفيرا غادي تشوفوا يعني شحال من فوائد عنده، وصراحه زوين بزاف. الناس اللي ما عندهمش كنصحكم يعني تاخذوه وتحطوه هكا عندكم في الدار، اولا ديروه غير في السطح. الناس اللي ما عندهمش الجرده ديروه وتحطوه في السطح. انا غادي ناخذه وغادي نحيد ليه هاد الشوك اللي فيه في الجناب، وغادي نحيد ليه ديك القشره اللي هاد القشره اللي كاينه في الفوق، غنحاول نحيدها باش ناخذ ديك الماده اللي كتكون لزجه في الوسط هي اللي غادي ناخذ. صافي، هنايا غادي نحيدو بمعلقة على هاد الشكل. صافي، هنا غنستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل هاد اوليفيرا كامل اللي عندي. صافي، هنايا ملي كملت هاد اوليفيرا كامل، دابا غادي ندوز باش نطحنو. غنطحنو مزيان. صافي، هذا هو الشكل ديالهم اللي طحنتو. هنايا غادي ناخذ شويه ديال الماء، غادي نضيف ليه شويه ديال الماء، وغادي نضيف معاه شويه ديال الخل، الخل الابيض او الخل العادي. صافي، وغادي نحركو. هنا غادي ناخذو وغادي نصفيه. بالنسبه لهذا المعقم، راجلي مشى جاب واحد المعقم شراه، وملي شفتو لقيت فيه اوليفيرا، وملي كتشمي فيه غير الريحه ديال الخل صافي، وقلت علاش لا ما نجربوش نشوف واش غادي يخرج ليا بحالو. هذا هو المعقم اللي قلت لكم، كما كتلاحظوا مصوره فيها هكايا هاد اوليفيرا، وهاد قرعه يعني صغيره ب 20 درهم. قلت علاش لا ما نصوبوش في الدار، من الاحسن يعني اوليفيرا انا عندي في الدار ونشاركها معكم باش حتى نتوما تستافدوا من هاد الوصفه. المهم راه بحالو، وحتى من الريحه يعني خرج بحالو تماما، حيت اصلا هذا اللي جاب يعني ملي كتشمي فيه غير الريحه ديال الخل وداك اوليفيرا. صافي، هنايا غادي نصفيه مزيان باش ملي نديرو في هاد القريعه باش تخرج ليا ملي كنرش، باش ما حيت فيه شويه ديال الحبيبات هكايا. صافي، هنا غادي ناخذو هذاك المعقم اللي شرا، راني خويتو حيدتو درتو في واحد الكاس، وغادي ندير فيه هذا اللي صوبت انايا. هنا غادي يبان لكم باللي راه نفسه يعني بحالو تماما كما كتلاحظوا، سهل يعني. الناس اللي عندهم دابا المعقم هذا اوليفيرا في الدار يعني غادي تستغلوا وتصاوبوا المعقم ديالكم غير في الدار بدل ما تشريوه. صافي، هذا هو الشكل ديالو. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، والى عجبكم ما تنساوش بارطاجيوه مع الناس اخرين اللي كتعرفوا باللي عندهم هذا اوليفيرا في الدار ويستغلوه ويصوبوا به معقم. ان شاء الله نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش تشجعوني باللايك ديالكم، التعليق ديالكم، وتبارطاجيو الفيديو مع عائلتكم. والسلام عليكم.